und schön wieder nach hinten drehen. كان كل منا يمارس بعض التمارين الرياضية وغيرها من النشاطات، والآن قررنا أن نقوم بهذا سوية. تفصحين لي عن عمرك؟ في الحقيقة لا. تمارين رياضية مدفوعة في أوقات العمل بقيادة ماريانا بايا. شجعت الشركة موظفيها على ممارسة الرياضة، والمشاركة مفتوحة للجميع. شارك رجال في المجموعة، لكنهم توقفوا عن المجيء متحججين بتشنج عضلاتهم بسبب الرياضة. هل يعانون من مشاكل صحية؟ طبعاً، لكنهم لا يعترفون بذلك. عودة إلى العمل بعد 10 دقائق. تركب السيدات أقنعة تنفس لعناصر الإطفاء، وهذا منتج واحد من 100 منتج لشركة دريغا المتخصصة بتصنيع أجهزة أمان تقنية وطبية. تعمل ماريانا بايا كخياطة منذ 14 عاما. لا يمكنني القول إنه عمل شاق، لكنه رتيب لأننا نقوم بنفس الحركات دوما وعلى نفس الآلات. في مكان مجاور يتم تصنيع معدات للمستشفيات، معظم العاملين فيه من الرجال، يبلغ عددهم 12,500 عامل من أنحاء العالم. متوسط أعمارهم 43، ومع زيادة العمر تتزايد معدلات المرض، لذا تحاول الشركة جعل أماكن العمل مناسبة. يمكنني من هنا تبديل وضع الطاولة كما أرغب من ناحية ارتفاعها أو مدى ابتعادها عن المقعد، كما يمكنني العمل عليها لأستطيع التركيب واقفاً. هل تشارك في دورات التمارين الرياضية هنا؟ لا، فأنا ليست لدي مشاكل صحية حالياً. المحافظة على لياقة الموظفين واحدة فقط مما تسعى له الشركة، فمديرة الموارد البشرية بحاجة إلى موظفين جدد، ويقوم قسمها حاليا بتعديل صفحة الإنترنت. على العاملين في الشركة الترويج لها، وخاصة كسب النساء للعمل في المهن التقنية. تقوم أنيت غونيا بتشكيل فرق عمل من العاملين القدامى والشباب معا، بعكس ما كان سائدا في السابق. لهذا علاقة بالأوقات التي كنا فيها مهتمين جدا بكسب مزيد من الشباب في الشركة، وقد ارتكبنا حينها بعض الأخطاء من منظور اليوم فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية وحلول التقاعد الفردية، والتي دفعت كثيرين للخروج من الشركة، في حين أننا كنا نأمل لو أنهم بقوا معنا اليوم. ماريانا بايا يمكنها أيضاً أن تعمل لوقت أطول هنا، فلديها لياقة وحماس كبير. هل تفكرين في العمل حتى سن 67؟ لا قدر الله، لا، سأعمل حتى نهاية عام 2014 فقط لأرتاح بعدها في البيت. العمل بورديات حتى سن 70، قليلون يمكنهم تخيل ذلك. على الشركة تقديم ما هو جديد، فهي ستعتمد في المستقبل على كل موظفيها.